الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت والضار كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علت والضار كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت والضار كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام ده أنا ياللي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تانيين وتملي ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وانا من اهلها بحاجة تخلي العقل يطير الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت والضار كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله